قداسه البابا. ربنا ادى لايوب زمان مرض، كذا مرض وشفاه. هل مع كثره الامراض الموجوده في العالم دلوقتي معنى كده ان ربنا هيسامحنا ويشفينا؟ انا بس عايز اصحح جزء من السؤال وبعدين اجاوب. ربنا مش ادى ايوب مرض، انما سمح للشيطان ان يخبطه بمرض. يعني ربنا من الاصل ما اداش ايوب مرض، لكن لما الشيطان حسد ايوب وقال له امجانا بيعبد ايوب الرب، قال له اتفضل جرب معاه وشوف، فاداله المرض. ولكن مع وجود هذا المرض اداله نعمة لاحتمال المرض. ولولا معرفة الله بان ايوب هيحتمل المرض ما كانش سمح للشيطان ان يضربه. نفس الوضع بالنسبة لبولس الرسول. بولس الرسول بيقول لألا ارتفع من فرط الاعلانات. يعني زي ما كان ايوب رجل كامل ومستقيم وبيفعل خير ويحيد عن الشر، ومع ذلك سمح ان الشيطان يخبطه خبطة. بولس كان رجل مرتفع جدا في الروحيات، فقال لألا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لكي لا ارتفع. اذا الشيطان هو اللي خبطه بالمرض وربنا سمح به لكي لا يرتفع من فرط الاعلانات. دي نقطة في السكر. ليه ربنا بيسمح في الامراض حاليا؟ الامراض حاليا لها اسباب وانواع شتى. ليست كل امراض ضربة من الله او ضربة من الشيطان. في امراض عقوبة من الله. هذه الامراض اللي عقوبة من الله موجودة في سفر التثنية اصحاح 28. فسفر التثنية هذا الاصحاح بيقول ان اطعت ربنا تحل عليك هذه البركات وتلحقها. مبارك ان تكون في المدينة، مبارك ان تكون في الحقل، الى الاخر شوية بركات. واذا عصيت كلام ربنا تيجي لك هذه الضربات، ومن ضمن هذه الضربات مجموعة من الامراض. واخد بالك؟ اذا في استنى يا ابني احنا ما جبناش. إذا في أمراض بتيجي من ربنا كعقوبة كما ورد في تثنية 28، وفي أمراض بتأتي من الشيطان لحسد الشيطان إنه يخبط الناس، وفي أمراض بتيجي نتيجة إهمال الإنسان في القواعد الصحية، وفي أمراض بتيجي نتيجة الوراثة. بتيجي سواء كانت امراض جسديه او امراض نفسيه او عقليه. ممكن فمش كل انواع الامراض نقدر نقول عليها حاجه واحده. وفي امراض بتيجي من تغيرات في الطبيعه، تغيرات في الطبيعه. يعني الطبيعة الوقت ما بقاش زي زمان، الجو ما بقاش زي زمان، البيئة، تلوث البيئة. ف ما اقدرش اقول ان واحد مثلا تعب بالكلى او تعب بالكبد ان خبطه من الشيطان. ما اقدرش اقول ان واحد جاله مغص ان جال خبطه من الشيطان. يعني انواع وطرق شتى، انواع وطرق ايه؟ شتى. طب ايه اللي كنت عايزاه زياده؟ عايزه التمس من قداستك، انا مقدمه طلب لقداستك. نعم؟ مقدمه طلب لقداستك والتمس الرد من قداستك. مقدمه طلب لقداستك والتمس الرد عليه. فين هو؟ قدام قداستك. ده قدامي اوراق كتير جدا. لا عليه ثلاث وردات.
نعم عليه ثلاث وردات. هتشغلين شغل الثلاث وردات؟ لا دول محبة يا قداسة البابا. ليه؟ دول محبة لقداستك يا قداسة البابا. نعم محبة لقداستك. محبة؟ ايوه. اوعى تكون محبة زي ده حبة. ده؟ هو ثلاث وردات. يعني انا متشكر خالص على هذه الاشياء الوردة الي.